السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن إزاي نسجل فيديو بالباوربوينت. طيب أول حاجة هنا بنعمل حاجة اسمها insert، ندخل على insert الأول، بعد كده بنختار screen recording. بعد ما نختار insert بنخش على screen recording، أول ما ندوس عليها بيبدأ يحدد لي أنا عايز أعمل select للشاشة إزاي. بختار select تمام، وببدأ إن أنا أسجل الفيديو. بعد انتهاء الفيديو مباشرة بدوس على المربع ده كده تمام، دي طبعا هتظهر لي فوق هنا زي ما هي باينه هنا كده تمام، وبقى اهو زي الفيديو ده كده اهو هتظهر لي ده اوريدي بيتسجل دلوقتي. فانا مجرد ما ادوس هنا الفيديو بينتهي وبيتم حفظه جوه الباوربوينت نفسه زي كده تمام. طيب هو دلوقتي ظهر كده، طب انا عايز اخليه فيديو عندي جوه الجهاز، اعمله ازاي؟ كليك يمين سيف ميديا از، وبحدد مكان الفيديو زي ما انا عايز، احطه في المكان اللي انا عايزه وادوس ايه سيف. مجرد ما ادوس سيف هو بينتقل للمكان اللي انا حطيته فيه وخلاص. فالموضوع سهل جدا جدا، وجودة الفيديو بتبقى كويسة و يعني مناسبة، ما هياش مثلا وحشة قوي او ضعيفة، لا الموضوع جميل جدا. وده موجود في اصدار 2016 بس، يعني الاوبشن ده موجود في اصدار 2016 فقط. Thank you so much، وان شاء الله اشوفكم المرة الجاية. Don't forget to subscribe in my channel.